صباح الخير انا بيتر بكلمكم من قدام جامعتي في براغ انا حابب بس اشارك خبر... خبرتي والتجربه بتاعتي معاكم انا اول ما فكرت في موضوع السفر رحت شركة توب ايديو اكاديمي عرضوا علي مجموعه من الدول واخترت التشيك لان انا لقيتها الانسب ليا ولقيتني فيها جامعات كويسه جدا باسعار مناسبه وانا حابب ان انا يعني اشجع كل شاب ولسه مخلص امتحانات او بيفكر أنه هو يدرس في الخارج اتشجع وخذ الخطوة دي صدقني هتغير حاجات كتير قوي في حياتك لانك انت بتطلع للدنيا بتاخد فيزا شنجن فبتشوف كل حاجة بتشوف دول كتير تقدر تسافر من بلد لبلد تاخد خبرة بلد تاخد خبرة جنسيات تانية وإضافة لكده كمان هم عندهم مش بس التشيك في براغ لا هم عندهم يعني بلاد تانية كتير زي ألمانيا أسبانيا إنجلترا أي بلد في العالم أنت تقدر عايز تحابب تسافر وتتعلم فيها تقدر تروح المكتب أو الشركة عندهم تقدر تقعد تاخد جلسة استشارية مجانا وهم يقدروا يساعدوك ويشوفوا أنت عايز إيه بالظبط إن شاء الله لو حد عايز يسافر فكر في الخطوة وخدها تبقي دي ان شاء الله تصادف في كل حاجه